اهلا وسهلا بكم. انا اسمي جايدة جمال، رئيسة لجنة الاعلام بجمعية طلبة الفيزياء. اود ان ارحب بكم جميعا. جمعية طلبة الفيزياء هي رابطة الفيزياء بالجامعة، وهي فرع لجمعية طلبة الفيزياء الدولية الموجودة بالمعهد الامريكي للفيزياء، التي انشئت لما يزيد عن 15 عام، وتهدف الى نشر العلم والثقافة الاكاديمية. تهدف الجمعية أيضا إلى جعل العلم والثقافة الأكاديمية المبسطة وحب التعلم متاح للجميع، وخاصة علم الفيزياء. وقامت الجمعية بعمل المسرح العلمي وعمل العديد من العروض العلمية، بالإضافة لتنظيم محاضرات علمية قيمة في شتى المجالات. تهدف جمعية طلبة الفيزياء إلى عمل شبكة علمية على مستوى جامعات مصر، وتقوم الآن على تنظيم احتفالات دولية للعلوم. Welcome everyone. My name is Jaida Gamal, the head of media committee at the Society of Physics Students, SPS. I would like to welcome you all. Society of Physics Students is an academic club, the Physics Association in the AUC, and AUC chapter for the International Society of Physics Students at the American Institute in Cairo. It's founded for about 15 years now. SPS aims to spread scientific knowledge and culture throughout the whole society, and makes it available for all those who are not familiar with the scientific field. Moreover, we make scientific shows that explain various scientific theories in a simple and funny way. SPS aims to make a scientific network over different Egyptian universities, and it's working on the international scientific celebrations. كتب المسرحية طه سليم وأحمد بدة، إخراج طه سليم. لدينا برنامج ممتع اليوم. في البداية لدينا عرض لقصة الفيزياء لطه سليم رئيس الجمعية، مسرحية جلومي لأحمد بدة وممثلون آخرون، أغنية تقدمها جهاد رجب من الجامعة الأمريكية ويعزفها المهندس طارق الأفندي من الجامعة الأمريكية، مسرحية الأطباق الطائرة والأكوان المتوازية يقدمها طه سليم، نورهان محمد، يوسف أسامة، أحمد ماهر وأحمد عياد، أغنية Before the Night Ends ومسرحية آلة الزمن يقدمها طه سليم، أحمد عياد، سارة فخري، مصطفى إسماعيل. يقدم الموسيقى التصويرية المهندس طارق الأفندي بسمة عبد القادر. Please our guests keep your mobile on the silent mood. Hope you enjoy our tonight's show. أرجو لكم الاستمتاع بالعرض. شكراً. اهلا وسهلا بكم يا جماعه. بعد 1821 فاراداي اكتشف ان في علاقه بين الالكتريستي اند الماجنتيزم، لان فاراداي كان بيحاول يتوصل وكان بيؤمن تماما ان في دائما علاقه ما بين الكهرباء والمغناطيسيه. وبتجربه بسيطه جدا كان فاراداي بيلاحظ حاجه لاحظها عالم قبليه اسمه اورستيد. اورستيد لقى ان هو ان البوصله بتنحرف لما تكون قرب سلك كهربائي. أول ما يمر التيار الكهرباء جوه السلك البوصلة تعمل ديفليكشن على طول. فهنا فاراداي أعاد نفس الاكسبيرمنت مع ديفي، وحب يفسر إن في قوة غير مرئية بتطلع من السلك. القوة الغير مرئية دي هي اللي بتخلي البوصلة يحصل لها ديفليكشن، which is called electric, which is called magnetic force، أو القوة المغناطيسية. بعدين جه فاراداي تساءل، قال هل نقدر لما احنا نعمل يكون البوصلة بتنحرف نتيجة مرور التيار الكهربي جوه السلك، هل نقدر نعمل العكس فنخلي تيار كهرباء يعدي جوه السلك لما مغناطيس يتحرك؟ بالفعل التجربة دي نجحت، وفاراداي عمل تحديث للفكرة دي وخلى تيار كهربي يمر جوه السلك حوالين مغناطيس. وبعد ما خلى التيار الكهربي اللي يعدي جوه السلك حوالين مغناطيس بدا يتحرك السلك بالفعل، وكانت دي فكره اول موتور كهربي. Understanding what was really going on inside them. By methodically placing a compass all around an electrified wire, Faraday started to notice a pattern. What everyone else at the time had been taught was that forces travel in straight lines. Faraday was different.
Faraday imagined that invisible lines of force flowed around an electric wire. And then he imagined that a magnet had similar lines emerging from it, and that those lines would get caught up in this flow. It was a bit like a flag in a wind. But Faraday's great leap of the imagination was to turn this experiment on its head. Instead of an electrified wire moving a compass, he wondered if he could get a static magnet to move a dangling wire. I've never seen you like this, Faraday. You look like a happy child. I'm shaking, Newman. Underneath, I'm shaking. You see, John? You see? Yes. This is the experiment of the century. It's the invention of the electric motor. Scale up the magnets and the wires, make them really big. Attach heavy weights to them, and they'll be dragged along. But almost more importantly, he's inventing a new kind of physics here. Although he didn't realize it at the time, Faraday had also just demonstrated the overarching principle of energy. The chemicals in the battery had been transformed into electricity in the wire, which had combined with the magnet to produce motion. Behind all these various forces, there was a common energy. طبعا زي ما انتوا شفتوا في الفيديو كده فاراداي هو اول واحد اكتشف فكره عمل الالكتريك موتور الفكره الصحيحه لعمل الموتور الكهربي ولكن فاراداي اكتشافه ما بيقتصرش بس على عمل الالكتريك موتور او حاجه زي كده فاراداي بيمتد اكتشافه لاكتشاف قوه اساسيه من قوى الطبيعه هي الالكتروماجنتيزم فماكسويل بعد ما فاراداي اكتشف العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية وكان أكتر دليل على إثبات صحته هو الموتور الكهربي ماكسويل عمل ماثماتيكال موديل عمل نموذج رياضي بيفسر فيه وبيعبر فيه ماثماتيكالي رياضيا about the Faraday's discovery عن اكتشاف مايكل فاراداي وطبعا كما تقول القصة الشهيرة ماكسويل راح لفاراداي وقابله وقال له أنت فاراداي كنت أكتر واحد عبقري بالفعل وانت اللي توصلت للعلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية الاكتشاف ده بينعكس على حاجة جامدة جدا هي ايه الحاجة دي؟ هي قوة أساسية من قوة الطبيعة قوة الالكتروماجنتيزم وبحلول قوة الالكتروماجنتيزم هو بيكتشف قوة أساسية من قوة الطبيعة اللي بتعمل وفقها الجراند كوسميك سيمفوني السيمفونية الموسيقية العظمى للكون كل حاجة حوالينا كلها بتشتغل والقوة الإلكتروماجنتيزم أو الكهرومغناطيسية بتشارك في صنع السيمفونية اللي موجودة دي بعدين بعد اكتشاف فاراداي للإلكتروماجنتيزم طيب الإلكتروماجنتيزم بنشوفها إزاي في حياتنا الإلكتروماجنتيزم مسؤولة عن التجاذب اللي بيحصل بين الذرات وبعضيها زي ما أنتوا شايفين كده في الفيديو كل حاجة حوالينا من ذرات الرمال أنا وإنت وكل حاجة موجودة مصنوعة من حاجة بتسمى أتومز من ذرات والذرات دي هي المكون الأساسي لكل حاجة موجودة حوالينا أنا وإنت أجسامنا اللي موجودة كل المباني حوالينا إيفن الأرض واللارج جالاكسيز كلها صنعت من الذرات والذرات بتتجاذب فيما بعد فيما بعضها عن طريق قوة الكهرومغناطيسية أو الإلكتروماجنتيزم فالقوة الكهرومغناطيسية هي أحد القوى الطبيعة ولكن هناك شيء ما هل القوة الكهرومغناطيسية هي المسؤولة عن كل حاجة بتحصل حوالينا؟ يعني كل حاجة بتحصل حوالينا بتحصل من الكهرومغناطيسية بس؟ الإجابة لا طبعا في قوة تانية بتحاول وبتؤثر في السيمفونية الموسيقية العظمى للكون أحدى هذه القوة هي قوة الجاذبية أو الجرافيتيشنال فورس اللي موجود كل حاجة حوالينا بتنجذب عن طريق قوة الجاذبية وقوة الجاذبية بتشكل التجاذب اللي بيحصل ما بين الأجسام
انا وانت وبتجذبنا، احنا قاعدين دلوقتي على الارض عشان الجاذبيه بتجذبنا، لو انا اسقطت الورقه دي هتقع على الارض عشان قوه الجاذبيه، وبالتالي قوه الجاذبيه اللي موجوده هي المسؤوله عن الاتراكشن الموجود. الاتراكشن ما بين الشمس وما بين الكواكب بيتم عن طريق الجاذبيه، ما بين النجوم وبعضها عن طريق الجاذبيه، والجاذبيه هي بتبند كل النجوم والحاجات اللي احنا بنشوفها كلها عشان تكون حاجات اكبر او كوزمولوجيكال اوبجكتس لارجر ذان وي هاف اور وي كان ثينك ذا جالاكسيز او المجرات. والمجرات مع بعضها بتكون حاجه اسمها كلاستر اوف جالاكسيز، وهذا هو اللارج سكيل استراكشر. طبعا كما ترجع القصة الشهيرة إسحاق نيوتن كان قاعد تحت الشجرة في مرة، سواء بقى كان قاعد ولا ما كانش قاعد، التفاحة وقعت عليه فاكتشف وجود الجاذبية، فبالتالي نيوتن اكتشف قوة من قوانين الطبيعة لما لقى التفاحة بتقع على الأرض. ليه التفاحة دي بتقع؟ إيه اللي بيخليها تتحرك من مكانها؟ ليه ما وقعتش في الفضاء؟ تأثير التفاحة دي إيه على الأرض؟ كل الأسئلة دي تولدت في عقل نيوتن، وابتدى نيوتن يقول إن في حاجة اسمها invisible fluid أو مائع خافي، حاجة عاملة زي المية احنا ما بنشوفهاش، مائع موجود مختفي حوالين الأرض هو اللي بيخلي التفاحة دي تنجذب ناحية الأرض. وكذلك بالنسبة للتفاحة في مائع برضو بيخليها تجذب الأرض ناحيتها. وبكده نيوتن كان بيحاول يوصف اللي احنا بنسميه قوة الجاذبية، وعمل الـ Universal Law of Gravitation واللي احنا عارفينه كلنا، في بعضنا درسوا في الثانوية العامة أو درسوا في المدارس الأخرى أو the first years in college or other universities، درس القانون العام أو الجذب العام لنيوتن اللي موجود. فإذا نيوتن كان بيوصف قوة من قوانين الطبيعة اللي هي الجاذبية، يبقى احنا عندنا القوة الثانية اللي بتؤثر في اللارج كوسميك سيمفوني أو الجراند كوسميك سيمفوني هي قوة الجاذبية. كل حاجة حوالينا بتجذب بعضها عن طريق قوة الجاذبية. ولكن هل قوة الجاذبية والكهرومغناطيسية هم المسؤولين عن اللي موجود على الكون؟ كون بالنسبة لنا عامل زي كأننا بنسمع حفلة موسيقية كبيرة. الحفلة الموسيقية دي كل واحد بيعزف سونج معينة مسؤول عن آلة معينة، الآلة المعينة دي هي اللي بتطلع السونج اللي احنا بنسمعها، واحنا كأودينس بنسمع الكومباينيشن أو الريزالتانت بتوين أول سونجز، آلة طالعة من الفيولين من الكمان، حاجة طالعة من الكيبورد، حاجة طالعة من على تشيلو، طالعة من على الدرام، طلع من على اي حاجه، كل ده احنا بنسمع الكومباينيشن بتاع الالات اللي شغاله دي كلها، فبنشوف الظواهر الخاصه بالطبيعه وكده. طيب ايه القوة الثانيه اللي موجوده عندنا؟ هنلاقي ان احدى القوة الثانيه اللي موجوده غير الجاذبيه عندنا القوة النوويه القويه والقوة النوويه الضعيفه. يعني ايه القوة النوويه القويه ويعني ايه القوة النوويه الضعيفه؟ القوة النوويه القويه اسمها بالانجليش اسمها strong nuclear force، واحنا عندنا الذرات اللي حوالينا دي كلها بتتكون من جسيمات اصغر منها اسمها بروتونز اند نيوترونز. البروتونز احنا عارفين انها جسيمات مشحونه بشحنه موجبه، اما النيترونات فهي جسيمات مشحونه بشحنه سالبه. ولكن بالنسبه للبروتونات بنلاقي ان البروتونات على الرغم انها مشحونه بشحنه موجبه الا انها المفروض تتنافر مع بعض، لان الشحنات المتشابهه بتتنافر والشحنات المختلفة بتتجاذب. يبقى إذن different charges is attracted to each other and the same charges is repel to each other. يبقى إذن إحنا عندنا مبدأ هام جدا، إزاي البروتونات قاعدة مع بعضيها جوه في الأتوم وكده. فهنا بالله عندنا حاجة اسمها القوة النووية القوية، هي عاملة زي الجلونز، عاملة زي الصمغيات، الصمغيات اللي هي بتلزق البروتونز كلها مع بعضيها، تقول البروتون اثبت عندك انت ما تتحركش موجود، كل البروتونز كلها تبقى ماسكة مع بعضيها كلها يونايتد بالقوة النووية القوية. فالقوة النووية القوية هي المسؤولة عن التجاذب اللي بيحصل ما بين البروتونات وبعضيها، وهذا التجاذب أكبر من قوة التنافر الناشئ عن القوة الكهرومغناطيسية نتيجة تشابه شحنات البروتونز أو الجسيمات البروتون. طيب نيجي للقوة الرابعة اللي موجودة عندنا. بالنسبة للقوة الرابعة اللي موجودة عندنا اسمها weak nuclear force. يعني ايه weak nuclear force؟ الweak nuclear force هي احدى القوة وليها جسيمات عديدة جدا، طبعا كان في لها قصة طويلة جدا في اكتشافها في علم الفيزيكس، وتنبأ بها الثيوريتيشن في بعض الأحيان، وبعدها بسنين طويلة ابتدت المعامل حوالين العالم
أو حاجة اسمها معجلات الجسيمات، تبدأ تسرع في الجسيمات وتبدأ تكتشف إيه الدليل أو إيه البارتكلز بتاعة الويك نيوكلر فورس اللي موجود. فبالفعل تم اكتشاف القوى النووية القوية، القوى النووية الضعيفة experimentally and they survived experimentally and they found the carriers or the particles اللي هي بتاعت القوة دي. القوة دي مسؤولة عن الإضمحلال أو الديكاي اللي بيحصل للذرات. يبقى إذن إحنا عندنا الكون كله قايم على أربع قوى أساسية. بيعجبني مثال دايماً مشهور جداً في العلم أو مشهور جداً في الناس اللي بتشرح العلوم، إن إحنا نعبر عن الكون إن هو عبارة عن حاجة اسمها cosmic theater أو المسرح الكون الكبير. الكون عندنا عبارة عن مسرح كبير جداً، large or grand cosmic theater، مسرح كبير جداً. كل القوى اللي موجودة دي عبارة عن الأبطال بتاعة المسرحية اللي بتحصل حوالينا. قوة الكهرومغناطيسية، الإلكترومغناطيس، gravitational force، قوة الجاذبية، القوة النووية القوية، strong nuclear force، and القوة النووية الضعيفة أو weak nuclear force اللي موجودة. دول الأبطال. طب الستيج عبارة عن إيه؟ الستيج هي عبارة عن الفضاء اللي موجود فيه كل الجسيمات الكونية. كل النجوم اللي موجودة دي موجودة في فضاء كبير شاسع ضخم بنسميه space. السبيس اللي موجود ده الستيج أو ده خشبة المسرح اللي بتحصل عليها المسرحية الكونية اللي احنا بنشوفها. طيب احنا عارفين ان كل مسرحية بيبقى فيه تتابع للمشاهد، بيبقى فيه مشهد والمشهد التاني بيجي بعديه، بيبقى فيه تتابع للسينز موجودة. التتابع ده بيحصل عن طريق ايه؟ عن طريق حاجة اسمها التايم أو الزمن. يبقى البلوت بتاع المسرحية اللي احنا عارفينه لما نيجي نتفرج على المسرحية كده بنقول المشهد ده الأول، ده بيظهر في الثانية رقم كذا، ده بيظهر في الثانية الثالثة، ده في الدقيقة رقم 20. احنا عندنا كده بالنسبة للكون الزمن أو خط الزمان من أول بداية الكون هو ده الزمن أو البلوت بتاع الكوسميك ثيتر. أنا عايز دلوقتي أوريكم بعض الفيديوز الموجودة اللي بتوضح إزاي الحاجة موجودة حوالينا بتبقى موجودة بداية من طبيعة الكون وكده. طيب في نقطة مهمة جدا لازم نتكلم عنها. لو احنا عندنا في كوسميك ثيتر موجود، الكوسميك ثيتر اللي موجود ده بيحصل نتيجة أو اتبنى على أربع قوى أساسية وكلهم متجانسين ومتوافقين مع بعض، فهم كلهم بيعملوا حاجة اسمها هارموني and elegance. في هارمونيك and elegant things between all these forces. كل الفورسز دي بتجتمع مع بعضها عشان تشكل كل حاجة موجودة حوالينا. البندج اللي بيحصل ما بين الذرات ده مكون لأجسامنا. الجاذبية بتشدنا دلوقتي، فإحنا دلوقتي قاعدين على اتنين قوة. إحنا كان جسمنا ممكن يتفكك لو القوة النووية دي قوية مش شغالة، لأن البروتونات هتتنافر مع بعضها، يبقى ساعتها جسمنا مش هتبقى موجودة، أجسامنا كلها هتتلاشى في الفراغ، مش هيقدر يبقى فيه جسم بشري موجود، مش هيبقى فيه مادة ولا ستيج نقف عليها ولا مايك أمسكه ولا أي حاجة خالص ولا إضاءة ولا أي حاجة خالص. يبقى إذن القوة كلها الأربعة بتجتمع مع بعضها عشان تشكل لنا المسرحية اللي إحنا بنشوفها. طيب بما أن الكون حوالينا متجانس ومتوافق، ده معناه أن الكون بيحصل نتيجة قوانين محددة لا تتبدل ولا تتغير، وأن العقل البشري يمكن استنباط طبيعة القوانين دي واكتشافها. العقل البشري هو الوحيد باستخدام الطريقة العلمية أو scientific method القادر على اكتشاف طبيعة القوانين التي تحكم الكون، the grand laws which govern the nature and the dynamics of the universe، فاللي هي بتحكم الطبيعة الديناميكية للكون وبتحكم طبيعة الكون وكده. فإذا كان عندنا قوانين محددة لا تتبدل ولا تتغير، وإن في هارموني بتحصل ما بين القوى الأساسية، مش ممكن يكون عندنا قوة واحدة بس أو نظرية واحدة بس تقدر توصف كل القوى اللي موجودة؟ كل قوة ليها نظرية مختلفة عن التانية، والعلماء بيحاولوا يوصفوا كل قوة بنظرية مختلفة، ولكن هل النظريات دي يمكن أن تتلاقى ولا لا؟ في آخر جزء الخاص بحياة أينشتاين، أينشتاين اعتقد في وجود نظرية واحدة بس، معادلة واحدة بس تقدر توصف كل حاجة موجودة في الكون. يبقى عندنا Grand Cosmic Theory، one master equation which can describe all the working of the universe in one just mathematical equation. يبقى عندنا معادلة واحدة بس، نظرية واحدة بس تقدر توصف كل حاجة في الكون موجود. وهذا هو الجزء الخاص بأينشتاين. فهو في الجزء الثاني من حياته كان بيبحث عن الطبيعة الخاصة بالكون، كان بيقول هل الكون فعلا نقدر نوصفه بنظرية واحدة ولا لا. ولكن كان أينشتاين عنده مشكلة. أولا كان مكتشف لحد ما قبل ما يموت كان مكتشف قوتين بس، هي القوة الكهرومغناطيسية والجاذبية.
ما كانش يعرف عن الالكترو عن الويك فورس او عن السترونج فورس، ما كانش يعرف عنهم حاجه خالص، فكان في اعتقاده ان الكون قايم على القوتين دول بس. وتاني حاجه ما كانش بيؤمن بالكوانتم ميكانكس او نظريه الكوانتم. والكوانتم ميكانكس للناس اللي ما تعرفهاش وبتتعقد منها بقى في الجامعات بقى ويجي يقول كورس كوانتم ده اتس فيري فيري ديفيكولت، ما اقدرش ادرس كوانتم، مين يا عم انا ما اقدرش ماليش في الكلام ده. لا لا لا، كوانتم دي حاجه جميله جدا، بس هي عايزه بس ان انت ايه تنسى اسمك وتنسى كل حاجه وتبدا تقرا في الكوانتم، فساعتها تقدر تفهم الكوانتم بتتكلم عليه. الكوانتم ميكانكس اتس ذا لانجويج اوف ذا وورلد اوف ذا فيري سمول، هي لغه العالم الصغير اللي حوالينا، العالم الصغير في السكيل بتاع الذرات، السب اتوميك بارتكلز او الجسيمات الذريه، الجسيمات الصغيره جدا او جسيمات العديمه الكتله او الماسلس بارتكلز اللي موجوده. يبقى الكوانتم ميكانكس عباره عن لغه رياضيه وفيزيائيه بتوصف البيهيفير او السلوك بتاع الجسيمات على السكيل بتاع الذرات اللي موجود، والجسيمات الذريه والجسيمات عديمه الكتله زي الفوتونز بتاعه الضوء. طيب اينشتاين ما كانش بيعتقد في الكوانتم لان الكوانتم قايمه على الاحتماليه، فبالتالي اينشتاين على الرغم من محاولاته الشديده جدا وان هو كتب فيما كتب في كتب التاريخ حوالي 24 ورقه من المعادلات في محاوله لتوحيد نظريه ماكسويل في الكهرومغناطيسيه ونظريته النسبيه العامه في الجاذبيه، ولكن اينشتاين لم يستطع التوصل لنظريه كل شيء. مؤخرا من حوالي 30 او 40 سنه بدات القصه تبدا. القصه بدات من محاوله كلاين وكلوزا مع بعض. كلاين وكلوزا كانوا في وقتين مختلفين، ولكن الاثنين كانوا بيشتغلوا على حاجه اسمها الابعاد الاضافيه للكون. يعني ايه الابعاد الاضافيه للكون؟ احنا كل المكان اللي احنا موجودين فيه ده، الطول والعرض، الارتفاع تحت وفوق، الشمال واليمين، اللي موجود دي اسمها ابعاد ميكانيه او سبيشال دايمنشنز، ابعاد ميكانيه موجود. الابعاد الميكانيه دي اللي بتشكل الابعاد المكانيه التي نستطيع التواجد فيها. لما جاء اينشتاين يطور نظريه النسبيه الخاصه بتاعته بالتعديلات بتاعتها مع اشتراك من كوفسكي عند اذر ماثيماتيشنز، اضاف البعد الرابع او البعد الزمني للفضاء، فاصبح عندنا سبيس تايم او الزمكان، عندنا فضاء رباعي الابعاد. ففي الفضاء رباعي الابعاد نقدر بالفعل نوحد ما بين الضوء، ان الضوء تكون سرعته ثابته، وما بين الكلاسيكال ميكانكس، ودي ليها قصه طويله جميله جدا موجوده. فاذا اينشتاين اضاف البعد الرابع الزمن. فكلاين وكلوزا فكروا، هل بالفعل لو احنا عندنا قوه ثانيه زي الجاذبيه هل نقدر ندخلها مع الكهرومغناطيسيه زي ما عمل اينشتاين ونضيف بعد خامس؟ يلا نضيف بعد خامس بقى، يبقى عندنا فيفث دايمنشنال سبيس، تبقى حاجه جميله جدا. كلاين وكلوزا بالفعل طلعت ثيوري بتوصف الفيزياء كلها في خمس أبعاد، ولكن كان في مشكلة عندهم هما الاثنين، إن الفيزياء لسبب غير معلوم for unknown reason ما بتحصلش في الخمس أبعاد اللي موجودين دول. فكان في مشكلة وكارثة في نظرية الأبعاد الإضافية، هل كل بعد منضيفه نقدر نوحد فيه كل قوانين الفيزياء ولا لا؟ مؤخرا من آخر القرن العشرين وبداية من القرن الواحد والعشرين ابتدى يتوصل علماء لفكرة جديدة تماما عن الكون، ويحاولوا يوحدوا كل القوة بتاعة الكون اللي بتوصفه في نظرية واحدة بس. يبقى عندنا نظرية واحدة بس، معادلة واحدة بس تقدر توصف كل حاجة موجودة في الكون. النظرية الواحدة بس أو المعادلة الواحدة بس دي كانت محاولة للجماعة بتوع السترينج ثيوري أو نظرية الأوتار الفائقة. يبقى نظرية الأوتار الفائقة كان الهدف بتوع الماثيماتيشن والفيزيست بتوعها ان هم يوحدوا كل قوانين الفيزياء في قانون واحد بس، معادلة واحدة بس تقدر توصف كل حاجة موجودة في الكون. واضطروا عشان يعملوا الموضوع ده ان هم يفرضوا فروض كتير. اول فرض هو احنا كل حاجة بنفرضها في الهندسة على انها نقطة، فلما بيجي حد يتخيل الالكترون بيفترضوا على انه نقطة بتتحرك وخلاص. النقطة عبارة عن كرة صغيرة جدا لا متناهية الصغر، ممكن نهمل الحجم بتاعها. فاذا احنا ممكن بدل ما نفرض ان الجسيمات عباره عن نقطه وانها بتحصل في شكل بوينتس او في شكل نقطي، ممكن نفرض انها عباره عن اوتار او عباره عن سترينجز. والفعل بناء على النظريه دي ابتدى بتوع الاوتار يفسروا الكون على انه ليس مكون من جسيمات عاديه، ولكنه مكون من اوتار من الطاقه، عباره عن سترينجز من الانرجي. السترينجز من الانرجي دي اللي موجوده هي دي الاوتار الخاصه بالطاقه اللي حوالينا. يبقى إذن الجماعة بتوع السترينج ابتدوا يفسروا الكون على مبدأ
الأوتار وليس النقط الذي كان معتاد به في الكوانتم ميكانيكس، لأن الكوانتم كانت بتقول أنك عشان تشوف البارتكل، البارتكل ما تقدرش تشوفه لأنه بينتشر في الفراغ على أنه ويف، على أنه موجة، بس أول ما يخبط في الديتكتور يبقى النقطة على طول. بارتكل عجيب جدا يبقى منتشر في شكل ويف يظهر على الديتكتور نقطة. فده كان الكوانتم ميكانيكس او الكوانتم بيهيفير بتاع البارتكلز، ولكن الاسترينج كانت بتحاول تانتروديوس نيو كونسبت تو اكسبلين نيتشر اوف يونيفرس اند تراينج تو فايند ذا التيميت ثيوري اوف ايفرثينج، او نظريه كل شيء، نظريه اللي تقدر توصف كل حاجه موجوده حوالينا وكده. طيب الاسترينج قايمه على ايه؟ اولا الاسترينج ابتدى بقى يضيفوا فيها ابعاد زياده، غير ان هم عدلوا في شكل البارتكلز، قال نقدر نضيف دايمنشنز جديده للكون في وسطه. في بعض الاحيان في بعض النظريات من نظريات الاسترينج ال 26 بعد، وبعدين بعد 26 بعد قالوا لا دول كتير قوي، عايزين نعمل لهم مينيمايزيشن، نبتدي نقللهم. فبالفعل في 1995 ايد ويتن او ادوارد ويتن اكتشف نظريه حاجه اسمها ام ثيوري، M theory أو نظرية M. طبعا الناس بقى تبتدي تسأل هو يعني إيه M، هو أي M وخلاص. طبعا بقى في بقى اللي قال أصل M دي يعني معناها المظهر theory، ناس تانية قالت دي معناها الماتريكس theory، ناس تانية قالت إن دي معناها دي القلبة بتاعت W، دي الأبسايد داون بتاعت W بتاعت ويتن، فهو بيعكس اسمه بس يعني وكده، يعني شغل مرايات يعني في الكتابة وكده. في ناس بقى قاعدة تقول بقى المظهر theory وكل الأسماء اللي بتبدأ بحرف الM. ولكن كان ويتن بيهدف بالام ثيوري ان هو يحاول يقلل الابعاد 26، وبالفعل قللهم ان هما يبقوا 11 بعد بس فيقدروا يوصفوا جميع الكون. نظريه الاوتار على الرغم من الماثيماتيكال موديل بتاعها، على الرغم من الموديل بتاعها الرياضي الجميل جدا اللي في مش كل العلماء بيفهموه، الا انها لم نستطع اثباتها في المعمل العملي. احنا عارفين طبعا ان الفيصل في اي حاجه نظريه علميه او اي حاجه هو الاثبات المعملي، اللي احنا ندخل المعمل نشوف الراجل ده بيتنبأ بحاجه، يبقى نشوف الحاجه اللي بيتنبأ بيها بناء على الساينتفك ميثود او الطريقه العلميه. يبقى اذا المعمل هو الفيصل. If the experiment, if the theory it is not verified experimentally, this is not science, it is philosophy. لو التجربه ما قدرناش نثبتها عمليا this is not science، يعني هذا ليس علم ولكنه فلسفه. فبالفعل لم يستطع أحد إثبات وجود الأوتار، وهل الذرات فعلا مصنوعة من الأوتار ولا لأ، هل إحنا عايشين في 11 بعد ولا لأ، لم يستطع أحد إثبات ذلك. ولكن من إحدى التطبيقات الجميلة جدا نظرية السترينج هي التطبيقات اللي إحنا عايشين في 11 بعد ونحن مش عايشين لوحدنا، الكون بتاعنا ده مش لوحده، لأ الكون بتاعنا ده موجود في فضاء أكبر منه، وفي حاجة اسمها بارال يونيفرسز. يعني عندنا اليونيفرس بتاعنا كده وعندنا بقى بارال يونيفرسز جنبي موجود. البارال يونيفرسز دي هي الاكوان المتوازيه، الاكوان اللي بتوازي الكون بتاعنا. ممكن يكون الفيزياء بتاعت الكون بتاعنا متشابهه في الفيزيكس بتاعت الكون الثاني، ميبي يكون في فيزيكس ثانيه هناك، الله اعلم، برضو ما نقدرش نعرف، الا ان بعض النظريات بتقول ان في سيمتري، ان قوانين الفيزياء اللي موجوده في الكون بتاعنا لازم تكون موجوده في الكون اللي هناك. ولكن هنقف عند نقطة مهمة جدا، هي نظرية السترينج بتتنبأ بوجود الأكوان المتوازية. يبقى إذن إحنا مش هشيل وحدنا في السبيس، ولكن هناك أكوان أخرى موازية لنا. طيب لو فرضا الأكوان التانية دي أنا عايز أتصل بواحد موجود فيها، عايز أكلم حد موجود هناك، حد عايز أتواصل معاه، ميبي كائن فضائي، أي حد موجود هناك الناحية التانية عايزين نكلمه ولا حاجة، هل نقدر نعمل تليفون ونكلمه؟ احنا عارفين طبعا ان التليفون بتاعنا بيشتغل على الالكتروماجنتيك ثيوري او النظريه الكهرومغناطيسيه، بمعنى ان انا لما بتكلم في التليفون المحمول بيتحول صوتي لموجات كهرومغناطيسيه بتمشي في الهواء ترجع لابراج المحمول، وبعدين تبتدي ترد على الموبايل بتاعك وتتحول من موجات كهرومغناطيسيه وترجع موجات ساوند ويفز تاني او ساوند سيجنال تاني، يعني ارجع اسمعها اصوات تاني موجوده. فده بالنسبه للكهرومغناطيسيه. ولكن نظرية السترينج بتقول ان احنا عشان نتصل باكوان تانية ما ينفعش نستخدم الكهرومغناطيسية. ليه؟ لان في السترينج، السترينج اللي بيعبر عن الكهرومغناطيسية عبارة عن حاجة عاملة كده، فبيلزق في الكون بتاعنا ما بيطلعش، لكن بيسموه حاجة اسمها open loop. لكن الجاذبية عبارة عن closed loop، loop مغلق، عبارة عن دايرة مغلقة كده، فبالتالي تقدر تعدي من الكون بتاعنا وتوصل للاكوان التانية.
وإذا إحنا عشان نتصل بالبارال يونيفرسز أو أي كون موجود حوالينا لازم نخترع تليفون الجاذبية أو الجرافتي فون. يبقى عندنا الجرافتي فون موجود، نرفع السماعة كده أمواج الجاذبية تروح وتيجي بقى من الكون التاني ونبتدي نستقبل. هل الكلام ده صح؟ الكلام ده غلط؟ ده اللي إحنا هنشوفه في العروض بتاعة النهاردة. يبقى آخر جزء موجود وهو الطبيعة بتاعة الكون نفسها، إن الكون بيحصل نتيجة جراند كوسميك سيمفوني أو سيمفونية موسيقية عظمى. ده الفيزيائيين اللي بيحاولوا يعرفوه. ونتيجة إن الفيزياء لذيذة جدا وفيها العديد من المفاهيم الانترستد عكس الشائع اللي بيتقال عنها، فإن هؤلاء العلماء بيلاقوا فن إن هم يقدموا طرق جديدة للناس وطرق تبسيط جديدة وأفلام خيال علمي بناء على نظرية الأوتار أو نظريات الأخرى التي توحد قوانين الفيزياء زي الستاندرد موديل، منكم اللي يعرف النموذج بتاع عبد السلام أو أي نظرية تانية موجودة، بيحاولوا يستخدموا الحاجات دي في شكل فن ويقدموه للناس. وده اللي احنا عملناه النهاردة في الاس بي اس، ان احنا قدمنا لكم كل نظريات الفيزيكس في شكل عروض مسرحية. أشكركم جدا وأتمنى أن انتم تكونوا استمتعتوا بالمحاضرة. اهلا وسهلا بالطلبه الجدد. النهارده عندنا دكتور جلومي هيديكوا محاضره في الفيزياء وهيكلمكوا عن نظره صغيره في الفيزياء. ربنا معاك. رهبل ومسطول طول عمره. اهلا. انتوا بقى الطلاب الجدد اللي جايين يبصوا على نظره في الفيزياء. ايوه يا دكتور. انتوا عارفين ان الليكشر دي عامه مش حاجه ضروريه، وان انتوا اصلا دي حاجه انترودكتوري كده تقديم بس للفيزياء، وبرده جيتوا الفضل. انا ما كنت تروح السينما احسن. مش مشكله، ادي كنتوا اللي بتضيعوا وقتكم. انا دكتور وينتر ار جلومي، وللاسف انا اللي جاي اشرح لكم الفيزياء، مش كلها طبعا، بس حاجه في الاول كده. المحاضرة دي مفروض يعني على أساس الجامعة بقى عايزين إن أنا أشرح لكم الفيزياء إزاي بتشتغل، إيه هي، وإيه الحاجات اللي بنستعملها فيها. كل ده ماشي، بس حكاية إزاي بتشتغل دي بقى انسوها دلوقتي. لو أنتوا كملتوا معنا بعد النهاردة عندكم 4 سنين تعرفوا الكلام ده كله. النهاردة بس عشان لازم مضطر أديكوا حاجة يمكن تفهموا، هي بس الحاجات اللي في الأول خالص دي زي قوانين نيوتن كده. ماشي. أولا، ما هي الفيزياء؟ صمتكم جميل، خارجين من الثانوية عامة كده وأبيض. سلام عليكم. الفيزياء هي دراسة الطبيعة والكون. إحنا بنستعملها في حاجات كتيرة وليها تطبيقات كتيرة، زي مثلا الطائرات الحربية. طبعا ليه هتقولوا دي أول حاجة بينت عليها؟ علشان زمان، أو بصراحة من حبة قليلة كده، كان نفسي أن يبقى عندي واحدة، على الأقل كده أخذ رئيس الجامعة أقول له إيه رأيك فيها، وهو يقول لي إيه رأيه في الصواريخ وهي جاية على وشه. بس بقى للأسف الأحلام بتفضل أحلام. وبرضو في حاجات تانية زي السبورتس كار اللي طبعا عماله ماليه في التلفزيونات الاعلانات بتاعتها، وطبعا هو رائد فضاء على اساس بقى ان ايه طلعنا القمر، وارمسترونج كل واحد فرحان برجله. طيب، وبرضو في روبوتس، مش دلوقتي بس يعني يمكن كده في المستقبل، يمكن يجيبوا واحد كده ياخد شغلانه رئيس القسم الاهبل ده، على الاقل مش هيبقى خنيق زيه. وطبعا احنا بنستعمل الفيزيكس في حاجات تانية، كأننا مثلا عملنا معدات ليها كتير. احنا بنستعملها علشان نعرف الجيولوجيا، وبرضو عملنا مياها معدات زي الرختر، مقياس رختر. بس للأسف ما عندناش اي استعمالات للمقياس للريكتر سكيل هنا، لأن للأسف تاني ما حصلش اي زلزال ياخد الجامعة دي. نرجع لموضوعنا. احنا برضو بسبب الفيزياء قدرنا نتطور ونعمل حاجات كتيرة، زي الأقمار الصناعية اللي ساعدت في مجال الاتصالات دلوقتي. ولازم تعرفوا برضو ان بسبب الفيزياء
قدرنا نروح من كوبايتين ما بيهم خيط للموبايلات اللي بتستعملوها كلكم دلوقتي. موبايلات زي اللي بتلعب بيها انت يالا لورا، وهكسره على دماغك لو ما بطلتش لعب بيه. بصوا، شايفين الصورة دي؟ دي المفروض بتوري الأرض. طبعاً الأرض مش بالصغر ده، مش عايز غباء هنا بقى. الصورة دي بتوري إن العالم ما بقاش كبير زي ما احنا زي ما كان زمان. دلوقتي ممكن واحد في اليابان يكلم واحد في بابلو. وبرضو في حاجة تانية في الفيزياء دي أكيد أي حد سمع عن الفيزياء هيكون عارفها، وهي الليزر. الليزر بنستعمله في حاجات كتير حتى في حياتنا اليومية، زي الماوس. زمان كان بالكورة وكان بيطلع عين الواحد ساعة لما يبقى فيه تراب في البتاعة ولازم يفضل علشان يشغل الماوس. الليزر لازم تعرفه إن مع إن هو ليه استعمالات كتيرة ومفيدة، خطر جدا على العين، وعلشان كده لازم تعرفه إن ما توجهوش على عين أي حد، زي ما أنا هعمل على الاثنين الهطل اللي ورا دول لو ما بطلوش كلام. تاني الفيزياء بنستعملها في دراسة العالم الصغير جدا الكوانتم والعالم الكبير جدا زي الميلكوي جالاكسي. طبعا أنا مش هقولكم إن احنا عاملين معادات عشان ندرس الكوانتم، ولو في انتوا لسه في الاول خالص، بس هقول لكم ان احنا عملنا معدات عشان ندرس بيها الكون، زي التلسكوبات العملاقه اللي احنا عارفينها. يعني دلوقتي لو واحد كده مسطول وفضل يبص في الهواء ولقى بالحظ كده نجمه جديده يتشهر ويبقى مليونير بيها. شفتوا؟ دي الفيزياء، حظك بس اللي بيجيبك فيها. دلوقتي أنا هعرفكم على اثنين علماء من أهم العلماء بتوع الفيزياء اللي أصلاً ساعدوا على الفيزياء تتقدم للعالم الحديث، ألبرت أينشتاين وآيزاك نيوتن. فاكرين زمان، يعني أنتوا لسه مخلصين بقى المفروض ثانوية عامة من شوية كده، فاكرين في آخر سنة بقى لما طلع عينكم بسبب الرياضيات والفيزياء؟ دول الاثنين هم السبب، دول السبب. يعني دول بقى كده، لو حد كده، يعني حد بقى كده اتجنن ومتضايق قوي ومتعصب زي كده، اخترع آلة زمن وراح قتل الاثنين دول، مش هيبقى فيه هيبقى فيه فيزياء، بس الشغل الكتير قوي بتاع النهارده مش هيبقى موجود. بس بقى للاسف ان لو الفيزياء مش موجوده مش هيبقى فيه تلفزيونات، مش هيبقى فيه طيارات، مش هيبقى فيه بلاي ستيشن. هي دي لعنة الفيزياء، ما ينفعش تعيش معاها وما ينفعش تعيش من غيرها، زي مراتي بالظبط. نعمل ايه؟ وكمان البتاع بايظ، شفتوا الجامعة هنا جلد قوي، مش راضية تدينا فلوس، ده بالعافية جابلت لنا الحاجات دي. طيب دلوقتي بقى نبدأ في المهم، قوانين نيوتن. قول لي بقى، مش عارفين دول الأدمين مين نيوتن ده؟ خير. بصوا، قوانين نيوتن دي اللي الراجل اللي وقعت على دماغه تفاحة عملها علشان يفهم الجاذبية. بس قبل ما نبدأ للجاذبية نبدأ بالقوانين دي. أول حاجة، كل فعل لا دخل. أول حاجة إن الجسم المتحرك هيفضل متحرك والجسم الثابت هيفضل ثابت. شايفين إزازة المية دي؟ ثابتة وهتفضل ثابتة. ونبص بقى لو هتتحرك هتفضل متحركة ولا لأ. وقعت ليه بقى؟ السبب في كده علشان قانون نيوتن الثاني. أي جسم جه عليه طاقة بتأثر عليه، ده معناه إن السبب إن الإزازة وقعت علشان الجاذبية، علشان الريزيستنس، كل ده سبب إن الإزازة السبيد بتاعتها تقل
وتبدأ تقع. وبقى هقول لكم على آخر قانون نيوتن، القانون اللي أكيد كل الناس عارفاه، بيقول كل فعل ليه رد فعل. وأنا قلت لك ما تتكلمش تاني ولا إيه؟ قلة أدب. الفعل هو بيكلم، رد الفعل رميت عليه الإزازة. نجرب تاني؟ احنا اسفين. طيب دلوقتي بقى نروح لقانون الجاذبية اللي عمله نيوتن. بصوا المخلص العام ان نيوتن قال في كرتين في الفضاء هينجذبوا لبعض، ودي الإكويشن بتاعتها. ده المهم، أشك أن أصلاً هتفتكروا أي حاجة بعد المحاضرة دي. طيب الجاذبية دي نظرية؟ لا، ده قانون. الجاذبية دي حاجة موجودة. عشان كده لو حد فيكو بيلعب سكيبوردينج بقى كده أو نفس الكلام ده هيتعور، فاهمين؟ يعني أنت لو عملت حاجة غبية زي كده هتتعور، فاهمين؟ الجاذبية دي قانون مش ثيري. دكتور دكتور يا عم، عايز تدخل حمام ولا ايه؟ في ايه؟ لا بس كنت عايز بس يعني اعلق على اللي بيحصل ده. لو دكتور هو احنا ممكن نكسر الجاذبية دي اذا نكسر كده اشارة المرور عادي؟ نعم. بقول لحضرتك هو احنا ممكن نكسر الجاذبية زي ما بنكسر كده اشارة المرور عادي؟ زي ما تكسر اشارة المرور. صارت المرور بالعربية كده. تعال 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 من غير ضرب. تعال والله عملت حاجة. تعال تعال بس. والله تعال. بص يا ابني، انت بتقول نكسر الجاذبية زي ما بنكسر صارت المرور مش كده؟ اه عادي، نكسر صارت المرور كده عادي يعني. انت مصدق كده بجد؟ اكيد اكيد. ايوه. طب قول لي بقى كسرتها ولا لا؟ ربنا يستر لك. عزمي حلوة دي، اكسر الجاذبية. بصوا أنا مش عايز غباء، أنا بقولكوا تاني والآخر مرة، الجاذبية دي قانون. قانون يعني حاجة مؤكدة، معناها إن دي حاجة على طول موجودة. نظرية يعني لحد دلوقتي إحنا شايفين إنها صح. شايفين الراجل ده؟ ده مين ده يا دكتور؟ بيجوا أغبياء كل سنة، لو كل سنة أوحش من اللي قبليها. ده اللي أنا لسه قايل عليه هو مين؟ ألبرت أينشتاين. ده بقى كان ليه نظرية تانية عن الجاذبية. النظرية دي أنا هوريها لكم فيديو، عشان أنا ماليش دماغ إن أنا أشرحها. وفرحوا بقى فيديو. إيه الدكتور مدلعكوا قوي. ماشي يا دكتور. شكرا يا دكتور. عشان بقى مفيش حد فيكم يبقى عندي حاجة. الله أكبر، شفتوا الجامعة بتعمل فينا إيه؟ تفرجوا تفرجوا. The object like the sun will actually bend the sheet, and the heavier it is, the more the sheet, space-time, is bent. If you now roll a lighter object, say a planet, along the sheet in a straight line, the curvature of space-time will cause it to move in a circular path around the heavy object. The planet is actually following a straight line, but in curved space. يلا افرحوا بقى. وكده دي كانت نظرية أينشتاين على الجاذبية. كده بقى وصلنا لآخر المحاضرة. أي أسئلة؟ دكتور عندي سؤال لو سمحت يا دكتور. اتفضل. المفروض المحاضرة دي عشان تعرفنا عن الفيزياء وتحببنا فيها، انت كده خلينا نكرهها قبل ما نبدأ يا دكتور. قول لي يا ابني، انت أول مرة جيت المحاضرة، قصدي أول مرة جيت الجامعة دي، كنت جاي عشان اي قسم؟ فيزياء طبعا يا دكتور. اما انا جاي المحاضره دي ليه؟ اوكي بص يا ابني. ايوه يا دكتور. بلاش لعب العيال
والكلام بتاع اكل الله يا دكتور ده. لا بجد انت لما كنت جاي الجامعه كان نفسك في ايه؟ قول ما تخافش. هي يا دكتور انا كنت جاي عشان اخش كليه هندسه قسم اتصالات، بس مجموع بتاعي ما كانش عالي يعني، فقلت فالدكتور بتاعي لازم اخش قسم عشان اكمل دراسه، فروح داخل قسم فيزياء اخد كام ماده انا محتاجهم ارفع الدرجات بتاعتي وبعد كده اخش هندسه. بص يا ابني. ايوه يا دكتور. انا هقول لك على حاجه مهمه جدا. لو 10 دخلوا فيزياء وهم مش عايزينها، ايوه، 2 بس اللي هيعرفوا يطلعوا. 2 بس. 1 كويس هيروح القسم اللي عايزه، والتاني فنون او تجاره. تجاره كويس. تعرف بقى ايه اللي بيحصل للثمانيه الباقيين؟ ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ 5 منهم هيبقوا سواقين تكاسي. تكاسي؟ طب كويس جدا. واحد هيبقى معيد طول عمره. زي اللهبه اللي انتوا شفتوه في الاول ده. التاني هيبقى دكتور وهيكتب مقالات وورق بحث علمي ويشتغل في الشغلانه المهببه دي زي بالظبط بالظبط. التالت هيتخرج ويخرج ويشتغل في مجال التجاره. تجاره تاني يا دكتور؟ تاني. ماشي يا دكتور. بس ما تخافش يعني، لو عايز تكمل فيزياء ممكن، في امل. يمكن اوقات. خير يا دكتور. في ايه؟ اوقات مره كده كل 30-50 سنه واحد شاطر امه كده دعياله حظه حلو، من الحظ كده اللي وقع التفاح على دماغ نيوتن. نيوتن؟ ايوه. ماشي. يقول لي بقى مش عارفه ده تاني. لا اجيب ازازه ميه. انا مش عارف التفاحه بس. بص، واحد بقى كده بالمواصفات دي هيكتشف حاجه جديده في الفيزياء، ينشرها، يبقى مشهور ويبقى غني، وهو ده الواحد اللي بينجح بقى بكبير. بس طبعا احنا عارفين ان الواحد ده واحد في المليون. فقول لي بقى يا ابني. ايوه دكتور. انت بقى تفتكر انت الواحد ده؟ انا مش عارف يا دكتور. مش عارف يعني ايه مش عارف؟ بص يا ابني، لما توماس اديسون اخترع اللمبه عمل 100 تجربه، سالوه انت فشلت 99 مره لحد ما نجحت؟ عارف قال لهم ايه يا دكتور؟ قال لهم انا ما فشلتش، انا اكتشفت 99 طريقه ما يعملوش لمبه وطريقه واحده اللي تعملها. ده معناه ان اما انت الطالب ده او مش انت الطالب ده. انت انهي واحد فيهم؟ انا دكتور. انا لا لا مش انا دكتور. بص يا ابني، تسبت عليا يعني، شكلك طيب كده وابن حلال. دخليك يا دكتور. فانا اقول لك على اهم حاجه في حياتك. شوف يا ابني، انت عارف قسم الفيزياء ده زي ايه؟ زي يا دكتور. زي ده. ده يا دكتور ده مش عارف كمان. ده ثقب اسود. اسود يا سنه سودا. لما بيمسك حاجه ما بيطلعهاش منه. ماشي يا دكتور. فدلوقتي ايوه يا دكتور. اهم حاجه. ماشي يا دكتور. دي حاجه بقى تسمعها وتحطها حلقه في ودانك. قسم الفيزياء دي يا دكتور اجري منها. نعم. اجري. أجري. اجري. فاضل كام واحد بقى؟ ماشي. الباقيين فيكم اللي لسه عايزين يتفضلوا هنا ويفضلوا قاعدين معنا كده، اهلا بيكم في الفيزياء. ودلوقتي بمناسبه الثوره المصريه ونجاحها هنفصل شويه وهنسمعكم اغنيه على بالي جهاد من الجامعه الامريكيه هتغنيها. شكرا. على بالي حبيبي على بالي ابن بلدي.
أتمنى تكون عجبتكم القصة بتاعة الفيزياء اللي اتقالت، وأتمنى يكون عجبكم السين بتاع جلومي فيزيست، وأتمنى تكون عجبتكم الموضوع عامة. يعني طبعاً إحنا اتكلمنا عنه، هو السترينج ثيوري أو نظرية الأوتار. ونظرية الأوتار بتقول إن إحنا عندنا أكوان متوازنة نقدر نتصل بيها، إن الكون بتاعنا مش الكون الوحيد بس اللي موجود في الكون أو في الفضاء اللي حوالينا، ولكن في أكوان تانية أخرى موجودة حوالينا وكده. طيب انا اتكلمت في الستوري اوف فيزيكس ان احنا وي ار ايبل تو كوميونيكيت وذ اذر يونيفرسز باي انفنتنج اوف جرافيتيشنال فون، احنا نقدر نتصل بالاكوان الاخرى باختراع تليفون الجاذبيه. طيب ازاي نقدر نعمل الموضوع ده؟ لما جه جراهام بيل اخترع التليفون، لما كان النموذج بتاعه موجود من علماء موجودين قبليه، كان جراهام بيل بيهدف لحاجه هامه جدا، الا وهو تحويل الصوت على انه امواج ميكانيكيه ويخليه يتحول لإلكتريك بالسز أو موجات كهربية بتمشي في السلك.
وبعدين يرجع الموجات الكهربية اللي كانت بتمشي في السلك يرجعها تاني لساوند نقدر نسمعه في السماعة وكده. ده كان باختصار شديد جدا الاختراع بتاع جراهام بيل. طيب بعد ما حصل الاختراع ده الناس انبهرت، هل نقدر صوتنا فعلا يعدي في السلك؟ في صوتنا فعلا يقدر يعدي في السلك، نقدر نرفع السماعه دلوقتي ونقول الو الثانيه بقى الناس تسمعنا، ونغني بقى اغاني بقى لبعض في التليفون، ونبعت رسائل لبعض ونتصل ببعض ونكومينيكيت. اذا التليفون بقى وسيله جديده ان احنا نقدر نتصل مع بعض عن طريق اسلاك من غير ما نتقابل وجها لوجه. بعدين ابتدى التقدم يحصل شويه لحد ما ظهر عندنا الموبايل، والموبايل كان بيعتمد على الالكتروماجنتيك ثيوري، ألا وهي أن الصوت بدل ما بيتحول من موجات صوتية لإلكتريك بالسز بيتحول من موجات صوتية لإلكترو ماجنتيك ويفز، لموجات كهرومغناطيسية. والموجات الكهرومغناطيسية دي طبعا بيبقى ليها فريكونسي معين بتوصل للشبكات بتاعة شركات الاتصالات المختلفة، وبعدين تبتدي ترد تاني بميكانيزم معين للموبايلات ونقدر نتكلم مع بعض. لكن نظرية الاسترينج بتقول أن حتى إيفن الإلكترو ماجنتيك ثيوري It is not suitable for communication with the other universes. ما نقدرش نكلم أي حد في أي كون عن طريق موبايل أو إن إحنا نفتح موبايل كده ومكلمين حد في الكون التاني. ولكن الحاجة الوحيدة اللي نقدر نحمل عليها موجات الصوت هي أمواج الجاذبية. دلوقتي إحنا عايزين نقدر نشوف هل هنقدر نعمل الكلام ده ولا لأ، ونقدر نتكلم معاهم ولا لأ، ولا هيحصل العكس. ده اللي إحنا هنشوفه كمان شوية. طبعا احنا قلنا لكم كمان من شويه كده ان احنا نقدر نتصل بالاكوان الثانيه وكده، وكنا بنصلح السيجنال بتاعه التليفون دلوقتي عشان نقدر نتصل بيها، فكانت السيجنال محتاجه شويه تصليح ونطمن بس ان الاخ اللي قاعد هناك يقدر يتكلم معانا وكده. فاحنا دلوقتي هنجرب، معانا دلوقتي اختراع من الاس بي اس، ومفروض ان الاختراع ده يقدر يتصل بالاكوان الثانيه. هو المفروض يعني احنا لسه ما جربناهوش، احنا اول مره هنجربه دلوقتي، وهنجرب بقى نشوف هيشتغل ولا مش هيشتغل، يعني لسه هنشوفه. فنيجي كده نبدأ نمسك السماعة. طبعا البتاع ده بيدخل فريكونسي للجاذبية، واحنا بنضرب اي فريكونسي دلوقتي. Faraday was different from anybody else. He had a flair. Faraday was different from anybody else. He had a flair for understanding his experiments, for understanding what was really. Faraday was different from anybody else. He had a flair for understanding his experiments. التليفون ما بيجيبش معانا حاجة خالص. مش عارف بقى هل الاختراع مش شغال. سامعين الصوت ده معايا؟ الصوت ده جاي منين؟ يا خالد الصوت ده جاي من عندك ولا جاي من عند مين بالظبط؟ مش من عندي انا، الصوت ده جاي منين؟ احنا ده بتاع كده احنا عاملينه، يعني مش معقوله هيكون في صوت طالع من المكنه هنا يعني. وهتصل تاني اهو، نقفل واتصل تاني. مش معقوله يعني يكون في حد بيكلمنا فعلا من كون تاني يعني. في الباقي عشان العمليه كده خلاص. طبعا انا ما اتصورش ان التليفون ده اكيد اتصل بحد، يعني احنا هنعتبر ان الصوت ده ما كانش موجود خالص ولا كانش اي حاجه، بس هنشوف يعني. بس اعتقد ان هو مش عارف هل اتصل فعلا بكون تاني ولا ما اتصلش ولا ايه النظام يعني. مين اللي اتصل ده؟ دي إشارة مجهولة يا ريس، لكن يبدو أنها مش مكون بتاعنا. ليه؟ أصل دي جت متحملة على تردد الجاذبية، مش على الأمواج الكهرومغناطيسية بتاعتنا العادية. وده معناه إيه؟ معناه إن في حد خارج حدود كنا بيحاول يتصل بينا، حد ممكن يكون من الفضاء الخارجي أو من كون آخر، مهما كان فإنه كان بيحاول يتصل بينا.
طيب اتصل بالقائد الأعلى وقول له على الموضوع، لأن حاجة زي دي مش مستحملة نستنى. حاضر، ولازم أبلغ فريق العلماء برضو، لأن إحنا اللي كنا بنبعت رسائل غامضة للأكوان اللي حوالينا. أما الكون أو حتى إحنا ادنا لهم تكنولوجيا يعملوا كده، لكن الكون ده فيه مشكلة كبيرة. هو أول كون يبعت لوحده رسالة، وده معناه إن في مخلوقات هناك شديدة التطور عرفت تتصل بينا. طيب خلاص، القائد الأعلى بعت رسالة، لازم نروح في مهمة استطلاعية للكون ده ونشوف مين اللي بعت الرسالة دي، وخلي أجهزة الاستخبارات الكونية تتصل بيهم وتشوف مين اللي اتصل. وصلت الرسالة. أيها القائد، اسمه طه سليم من كوكب الأرض، وكان بيشرح اختراع عمليته Society of Physics Student أو جمعية طلبة الفيزياء بالعربي، وكان بيحاول يشرح لهم نظرية عندهم اسمها Strings Theory تقريبا. كان بيطلب الأرقام عشوائي واتصل بينا. برضو لازم نبعت فرقة استطلاعية عشان ما يكونوش في SBS بيخططوا الغزو الكون فوجو ولا حاجة. هو اسم الكون بتاعهم ايه؟ هم زمان كانوا مسمينه كوزموس، وده طبقا لآخر زيارة استطلاعية لينا في الماضي الصحيق عندهم، وكان تقريبا أيام الإغريق عندهم. طبعا ده كان عندنا من كام سنة، ولكن مؤخرا سموه يونيفرس، لكن احنا بنسميه جراوند يونيفرس لأن لسه كون صغير مش كبير زي كنا. تمام، اجهز بالفرقة الاستطلاعية واستخدم الأنفاق الكونية الجديدة المبنية على كوانتم تليبورتيشن. هتنزلوا تلاقوا محطة جنب ميلكي واي جالكسي، هتنزلوا فيها ومنها هتمشوا بسرعة الضوء لحد ما تنزلوا لكوكب الأرض. عاوزكم تنزلوهم في مكان المسرح اللي بيدوا فيه المحاضرة عشان يحرموا تاني يزعجوا الناس اللي في الأكوان التانية. يلا يا كارغر عشان تكمل الأكل، ولا أنت عارف هعمل فيك إيه؟ حاضر حاضر خلاص أنا قايم. يلا يا جماعة منتظرينكم هناك، روحوا لهم هناك. حاضر يا قائد. تمام، جهاز الترجمة اشتغل. اسمي الأرشيدوك، قائد المهمة الاستطلاعية، وجيت أقابل مستر طه سليم. مين حضراتكم؟ شكلكم غريب كده ليه؟ أنا الأرشيدوك ودول أعضاء مهمتي لوشا وغلدان، جينا نقابل مستر طه سليم. طب هو مشغول دلوقتي لأنه بيحضر للمحاضرة اللي جاية بتاعته الاس بي اس عشان هو بريزيدنت فيها، مش هينفع انك تقابلوه. عشان أقابله لا؟ خلاص ماشي اقول له مين سيدكم جايين منين؟ احنا جايين من الكون الموازي ليكم على طول. موازي مين، على الطول ولا على العرض؟ ها على طول، على الابعاد الفضائيه البعد ال 11. طبعا احنا كنا لسه بنتكلم على نظريه السترينج، كنا بنتكلم على ان في ابعاد اضافيه للكون، وان في التواجد الابعاد الاضافيه للكون دي نقدر نشوف فيزيكس احنا ما نقدرش نشوفها. يعني عندنا فيزيكس بيوند ذا ليميتس اوف ذا ايماجينيشن، فيزياء خارج حدود التخيل وكده يعني. فهل يعني الفيزيكس دي بتتحقق؟ هل نقدر نتحقق من وجود البارا يونيفرسز، الاكوان المتوازيه؟ هل في سيمتريه موجوده؟ هل في كل قوانين الفيزيكس موجوده ولا لا؟ ده اللي احنا محتاجين نشوفه وكده يعني.
فيعني بالنسبة لحتة الأكوان المتوازية، في ناس كانت بتعتقد إن ممكن الأكوان دي تكون متشابهة في قوانين الفيزيكس، في ناس بتقول إن قوانين مختلفة، بعض القوانين ممكن ما تكونش متشابهة وهكذا. ولكن إحنا طبعا بنحاول نفسر قوانين الفيزياء بناء على النظريات العلمية الموجودة. أتمنى برضو يكون العرض اللي فات عجبكم، وإحنا طبعاً لسه مفروض هنشوف هل نقدر نتواصل مع الكائنات الفضائية التانية ولا لا، ده اللي إحنا محتاجين نشوف. تفضل. في أمور طه، في ثلاثة برا عايزيني قبلوك. ثلاثة أنا بكلم الناس دلوقتي على الاس بي اس. بيقول إنك اتصلت بيهم. اتصلتش بحد أنا. لا، بيقولوا انك اتصلت بيهم مخصوص وقلت لهم يجوا، هم جايين لك مخصوص. اما اتصلش بحد يجي، انا كنت بلعب في البتاعه دي لقيت في صوت غريب بيطلع منها، مش عارفه هم شكلهم غريب كده وجايين بيقولوا من كون اسمه كونفيجا حاجه زي كده. يعني دخليهم نشوف مين دول، دخليهم كده. انت حر، نشوف مين الاخوه اللي جايين دول. يعني اتفضلوا. التليفون ده شغال يعني، جاب ناس يعني اكيد من بره، يلحق يعني يجيب يعني عدوا سرعه الضوء كده. في ناس جت بجد. اهلا مستر طه. اهلا وسهلا يا جماعه. والانتنة اللي فوق دي بتجيب ايه بالظبط؟ اني سيجنال بالظبط؟ الانتنات اللي عليكم دي بتجيب اني سيجنال بالظبط؟ طب تحبوا تشربوا عصير؟ في عصير كوني لسه عصرينه في المجره اللي جنبينا هنا، حاطين عليه كام بلاك هول كده وحته كويزر من فوق. تحبوا نجيبه لكم ولا ايه النظام، ولا بتشربوا حاجه تانية؟ لا يا مستر طه، احنا جايين في مهمه استطلاعيه، مهمتنا التواصل معك، فانت اتصلت بنا ولم تحدد ماذا تريد. بعدين انتوا ازاي ايها الارضيون وتوصلتم الى هذا؟ احنا نعرف عنكم انكم متخلفين. هل احنا متخلفين؟ نكون متخلف؟ لا، ازاي؟ احنا اكتشفنا العديد من قوانين الفيزياء ومتقدمين وبنسعى لنظريه كل شيء دلوقتي. ازاي يكون بتاعكم يكون اكتر تطور من يكون اللي عندنا؟ احنا اتصلنا بيكم عشان نظريه الاوتار كانت عندنا هي اللي تقدمت بكده، فنظريه الاوتار هي اللي خلتنا نقدر نتصل بيكم، قالت لنا ان احنا نقدر نحمل الصوت على جرافيتيشنال ويفز. وعشان كده الناس عندنا المهندسين في الاس بي اس اخترعوا التليفون ده وقالوا لي ان نقدر اتصل بالجرافيتيشنال ويفز. انا ما كنتش طبعا مصدق، بس بعد ما شفتكم كده بالانتنات بتاعتكم وانتوا جايين من الفاستر زان سبيد اوف لايت، اسرع من الضوء، اقتنعت يعني بصراحه ان التليفون ده تليفون الجاذبيه. فازاي بتقول علينا متخلفين؟ احنا اللي قدرنا نوصل لتعريف القوى الاساسيه. يا طه، انتوا فاكرين ان انتوا كده هتلخصوا العلم؟ لا يا طه، مش كل الحاجات اللي بتطبق عندكم ممكن تتطبق عندنا. ليه؟ هو القوانين عندكم مختلفه عن القوانين عندنا في الكون ولا ايه؟ يا طه، ممكن يكون عندنا حاجات غير التي موجوده في الكون بتاعكم. عذرا، بس احنا لازم نمشي دلوقتي لان اقرب نقطه مستقره جنب المقره بتتجهز، وكمان عندنا التليبورتر بتاعنا مش هيتحرك الا في الميعاد بتاعه. ايه ده، انتوا عملتوا كوانتم تليبورتيشن كمان؟ كويس والله. كتير. ده كويس جدا. طب ما حد بقى يسلفنا السر بتاعه ولا حاجه؟ طب بعدين بقى لازم نمشي دلوقتي. To see the world, I close my eyes so that it won't hurt. I'm flying to new oceans, I'm flying to you high. I catch my breath under the full.
distance. I wanna love right here before the night ends. And another new day dawns. How a hope, how a hope. The out of this endless blue, somehow I طبعا يعني فكره السفر عبر الزمن بتراود الكثير من كتاب الخيال العلمي ومن الناس اللي بتكتب قصص الخيال العلمي وكده. هل السفر عبر الزمن حقيقه ولا خيال ولا النظام ايه بالظبط؟ الحقيقه في السفر عبر الزمن ان كانت في روايه ظهرت من حوالي كام قرن كده كان عملها واحد اسمه ويلز. ويلز كانت الروايه بتاعته اسمها التايم ماشين او آلة الزمن، الآلة اللي ممكن أي حد يركبها ويسافر عبر الزمن لسنين في الماضي ولسنوات في المستقبل على حسب هو عايز إيه بالضبط. فهو he got all the time of the world، عنده كل العالم، كل الوقت اللي موجود في كل العالم اللي حوالينا. فكرة السفر عبر الزمن بعد ما بقت بويلز وروضة كتير من كتاب الخيال العلمي، الفيزيكس ما كانتش بعيدة عنها، لأن في الواقع بعد ما كان نيوتن بيقول إن الزمن مطلق وإن الزمن بيسير بنفس الطريقة وبنفس المعدل في كل أنحاء العالم، طلع أينشتاين بنظرية النسبة الخاصة عشان يقول إن الزمن نسبي. الزمن نسبي يعني إيه؟ يعني الزمن بتاعنا في كوكب الأرض مثلا ممكن يكون مختلف عن الزمن في كوكب المريخ، يختلف عن الزمن في كوكب زحل، عن الزمن على بقية الكواكب وهكذا. في النسبة الخاصة الزمن بيعتمد على السبيد، بمعنى لو احنا عندنا رائد فضاء دلوقتي، تخيلوا معايا رائد فضاء طلع بصاروخ والصاروخ ده بيقرب من سرعة الضوء، هو الصاروخ بيقرب من سرعة الضوء بيأكسلريت بقى لحد ما يوصل لسرعة الضوء كده وبتاع،
الساعة اللي موجودة على الصاروخ دي بيحصل لها ديليشن، يعني بيحصل لها تباطؤ. فلو كانت التكة بتاخد تك عندنا على كوكب الأرض، فهي في على السطح بتاع الصاروخ بتعمل كده تك. ففي فرق ما بين السكيل بتاع الزمن الموجود على الصاروخ والسكيل بتاع الزمن الموجود على كوكب الأرض. فالفرق في السكيل ده مش جاست فرق في السكيل وخلاص، ده بينعكس على كل البيولوجيكال بروسيسز اللي بتشتغل في جسم الإنسان. وبالتالي يقدر أي حد لما يطلع بصاروخ يبطئ الزمن بتاعه، يقعد له ساعتين كده في الفضاء كده في أي قهوة جنب أي بلاك هول كده، يشرب يعني حجرين ولا حاجة، ولا يشرب شاي ولا قهوة، يكون هنا عدى على الأرض 200 سنة ولا 300 سنة وهكذا. ده بالنسبة لفكرة السفر في المستقبل. يبقى إذن فكرة السفر في المستقبل ممكنة نتيجة النظرية النسبية الخاصة اللي بتقول إن الزمن أو time depends on the motion of the observer، يعني بتعتمد على سرعة النظام اللي احنا قاعدين فيه. يعني دلوقتي احنا لو عندنا الساعة هنا بتعدي بمعدل معين وخدنا المسرح ده كله كده وطيرنا بيه في الفضاء كلنا كده على بعضينا كده، طيرنا في الفضاء وقعدنا فوق ساعتين، نيجي لاني هنا بقى اللي احنا سلمنا عليهم امبارح بقى عندهم 80 سنة والدقن طولت يا عيني واللي خلاص ظهروا التنى والناس اللي راحت واللي اختفت، ونلاقي دنيا غير الدنيا خالص بسبب التغيير. ولكن حتى الآن على الرغم من نظريات الفيزيكس بتقول ان الفيزياء هي قادرة على عمل آلة زمن إلا أنها لم يتم تحقيقها عملية، ولكن عندنا في الاس بي اس هم اخترعوا موديل للتايم ماشين، الموديل اللي كان موجود في الأفلام بالضبط زي ما هي الطريقة بتاعته، وزي ما انتم شايفين التايم ماشين اهي دي النموذج بتاعنا، لسه هيخش الفول اوبريشن يتعملوا بقى احتفال وكل واحد بقى يركب التايم ماشين يروح 4 سنين لورا، واللي عايز يرجع اليوم كان بينام فيه مستريح يرجع، واللي عايز يرجع قبل الامتحان يكتب الكلمة اللي نسي يكتبها في الامتحان، كل ده ممكن عن طريق التايم ماشين الموجودة حوالينا. يعني دي اتمنى بقى ان شاء الله في العروض اللي جاية تشوفوا التايم ماشين بتشتغل ازاي. هبدأ اروح بيها للمستقبل. مين أرسطو؟ هل أنت أرسطو؟ أنت مشهور عندنا أرسطو. من أنت؟ أنا اسمي طه، بدرس طبيعة من المستقبل. أنت مشهور عندنا بكتبك الحكيمة وحكمتك الموجودة وفلسفتك، عندنا كتب كبيرة باسمك اسمها أرسطوتال فلوسفي باسمك أرسطو. آلة الزمن، هل توصلتم لآلة الزمن؟ كنت مقتنع بهذا، كنت مقتنع. لقد كانت فكرة من الماضي، ولكن أنا توصلنا إلى هذا أرسطو بالفعل. نعم. من أنت يا طه؟ إنني اسمي طه سليم، قادم من المستقبل، وكنت أود أن أسألك عدة أسئلة وأقوم معك بعمل انترفيو. تفضل يا طه. ما هي نظرتك عن العالم؟ نظرتي للعالم، العالم كله مرتبط ببعضه ومرتبط بالكون. العالم كله مرتبط ببعضه ومرتبط بالكون. والفلسفة هي الوحيد، الفلسفة القادرة على تفسير ذلك العالم. الفلسفة وحدها هي القادرة على ذلك. ولكن مما يتكون العالم من وجهة نظرك يا أرسطو؟ العالم كله بيتكون من 4 عناصر يا طه، هي الماء والهواء والتراب والنار. تلك العناصر هي التي تساهم في تكوين الطبيعة. هي لقد هل بنيت على التجربة أم على التفكير العقلي؟ على التفكير العقلي. تفكير عقلي يا طه بالمنطق. حاضر يا أرسطو، إنني أستمع إليك. ولكن أفضل. ماذا عن نظرية الإبصار؟ كيف نظرية الإبصار؟ أن الضوء، أن العين يخرج منها شعاع الضوء فيسقط على الأشياء
وممكن من ذلك نرى تلك الأشياء. هل هذه النظرية صحيحة أرسطو؟ طبعا صحيحة. هل تشك في ذلك؟ لا يمكن تفسير، لا يوجد تفسير غير ذلك للرؤية. لن لا أشك في ذلك، ولكن سنترك الإجابة للمستقبل. هل هناك نصيحة تود أن تصديها لإخواننا من المستقبل؟ طبعا أود البحث العلمي مع النظرية مع التجربة يؤدي إلى حقائق كثيرة لا يمكن معرفتها إلا بعد قرون. شكرا جدا لك أرسطو. شكرا يا طه، أهلا بك في الماضي يا طه. شكرا لك. حدد هويتك يا بني. من أنت؟ مريم الأسترابي والحسن بن الهيثم، إنني أعرفكما من الصورة جيدا، لقد رأيناكما بتلك الهيئة في تلك الكتب. مريم، إنني طه سليم من المستقبل وأدرس الفيزياء، وكنت مسافر في رحلة زمنية لكي أتعرف عليكم ولكي أراكم وجها لوجه وأعمل مقابلة معكم لكي أخبر عنها أخواتي في المستقبل. مريم، أنت مشهورة باختراع عندنا اسمه الأسترلاب، ممكن أن تخبرينا عن الأسترلاب وماذا اخترعتي أو أضفت فيه؟ أنا مريم بنت كوشيار العالم الفلكي والجغرافي.
علماء هذا العصر يتميزون بصناعة الأسطرلاب ويهتمون بصناعته. أما عن والدي فقد كان متدرباً عند أشهر صانع أسطرلابات في بغداد. أما عن الأسطرلاب فقد كان آلة فلكية قديمة تقوم بقياس العديد من الأشياء، وهي آلة مهمة جداً. مما أو ماذا يستخدم الأسطرلاب؟ يستخدم الأسطرلاب في استخدامات عديدة، منها قياس ارتفاع الشمس في السماء وتحديد الوقت في النهار والليل، كما يستخدم في استخدامات عديدة منها نظام الملاحة وتحديد خطوط الطول والعرض. ماذا فعلت أنا بالأسطرلاب؟ اخترع الأسطرلاب هايبرخوس العالم اليوناني، أما أنا فقد طمت إلى الأسطرلاب المعقد حتى يقوم بتحديد اتجاه القبلة وتحديد مواقيت الصلاة. تصميماتي المبتكرة في الأسطرلاب أدت إلى توظيفي في بلاط حاكم المدينة سيف الدولة. إننا بالفعل نقدرك يا مريم، لأننا الآن نستخدم أسطرلابك أو ما أضفتيه على الأسطرلاب الآن، فلدينا الآن الجي بي إس ونظم الملاحة الحديثة، فكلها تعتمد على ما أضفته مريم واختراعاتها للمنحنيات المعقدة. فباختراعها للأسطرلاب المعقد أضافت أنظمة جديدة، وإحنا في هذا الزمان أضفنا على الأسطرلاب واستلهمنا منه نظم جديدة في تحديد الملاحة. الأسطرلاب بدأ قديماً من العصر اليوناني عندما اخترعه هيباركوس لتحديد أو تقسيم السماء ودراساتها، ولكن بإضافات مريم تمكننا من جعله يستخدم في العديد والعديد من الاستخدامات. وماذا عنك يا حسن؟ أيها الحسن، أنت مشهور عندنا بإنجازاتك، هل يمكن أن تلخص لنا إنجازاتك؟ أنا عالم موسعي، عالم في الفيزياء والرياضيات، كذلك أيضا في علم النفس والفلسفة، كثير من العلوم، وكذلك أنا أول من استخدم المنهج العلمي في القياس والبحث. من أهم ما أديته أني صاحب النظرية الحديثة للإبصار. فكان قديما يعتقد أرسطو بأن الإبصار هو نتيجة سقوط الضوء من العين على الأجسام، وهو ما لا يحدث، فالضوء يسقط على الأجسام ثم ينعكس إلى عيوننا وهو السبب في الرؤية. وكذلك هو أنا مؤسس أول أفكار الكاميرا عن طريق صندوق المثقوب. فالصندوق المثقوب بدأ بأن الضوء يسقط على الثقب فيظهر لنا صورة مقلوبة للجسم. بالفعل نحن نقدر إنجازاتك الحسن، فأنت يا ابن الهيثم لم تضف تلك الأفكار وحدها ولم تكن أفكاراً عادية، بل صنعت مئات العلوم. فأنت الآن لدينا من صنعت علم البصريات أو ما نعرفه بالإنجليزية بالأوبتكس، وأنت بطبقا بنظريتك الحديثة في الإبصار أوضحت لنا شيئا كثيرا عن طريقة الرؤية، وصححت الرؤية التي وضعها أرسطو والتي كان يقول لي منذ قليل، منذ حوالي كام ألف سنة مضت عندما كنت أزوره بآلتي، أنه يعتقد أن شعاع الضوء يخرج من العين، ولكنك أنت الذي صححت هذا. وفكرتك لصنع الكاميرا هي التي أدت لاختراعاتنا للكاميرا، سواء الكاميرا الفيلمية أو الكاميرا الرقمية التي نعتمد عليها الآن. باختراعاتكم أنتم الاثنين لقد أضفتوا سيلاً كبيراً من العلوم للإنسانية. أشكركم، نراكم في وقت آخر. وكما ترون أن هناك علاقة بين الكهرباء والكهرومغناطيسية، فبالتالي عندما يمر التيار الكهربائي في السلك الكهربائي تكون هناك قوة. مايكل فرادي، أيوة، أنا عارف صورك من الأفلام الوثائقية اللي اتعملت عنك وكده. أنت مين؟ أنا اسمي طه، جاي من المستقبل، عشان طبعا أنت اكتشافك عندنا عمل العديد من التقدمات المذهلة، وأنا جاي أعمل معاك انترفيو. هلو مستر طه. هلو مستر فرادي.
ممكن فرادي تخبرنا باختصار شديد حاجة نقلها لإخواننا في المستقبل عن نظريتك وعن اكتشافك؟ هو ببساطة النظرية بتقول إن الكهرباء والكهرومغناطيسية حاجة واحدة، فبالتالي يمكن تحويل الطاقة الكهرومغناطيسية إلى الكهرباء والحركة إلى الطاقة الكهرومغناطيسية. وما الإثبات على نظريتك؟ طبعاً الموتور الكهربائي زي ما أنت شايف كده، لما بيكون بيعدي في السلك تيار كهربائي بيعدي على مغناطيس حوالي سلك نحاس بيكون بتحريك الموتور زي ما أنت شايف. يبقى دي فكرتك عن اختراع الموتور الكهربائي، لأنك أنت فرادي بتجربتك التاريخية قدرت فكرت أن أنت تعدي الكهرباء جوا السلك، وبالتالي السلك لما كان بيلف حوالين ماجنت عمل المروحة اللي احنا بنشوفها دلوقتي، وانت عملت inventing او اخترعت فيزياء جديدة فرادي. انت ما كنتش عملت فكرة عادية ولا اسهام عادي، انت كنت بتعمله في معمل مع ديفي ولا مع اي حد، انت عملت اسهام كبير للبشرية. شكرا مستر طه. فرادي، هل هناك معادلات رياضية تثبت رؤيتك؟ للأسف أنا لم أتوصل بعد للنظرية أو الحسابات الرياضية. أوكي، سوف أتركك الآن فرادي، كمل محاضرتك وسوف أظل هنا على آلتي. زي ما أنتم شايفين فرادي، إن الكهرباء أنت على حق، الكهرباء والمغناطيس حاجة واحدة وهي الكهرومغناطيسية، دي قوة من قوة الطبيعة والضوء أحد أشكالها. أنت عبقري يا فرادي. شكرا ليك جدا يا فرادي، أنا لسه كنت هشغل الآلة دلوقتي بس سمعت ماكسل وأقول لك اللي أنت صح. شكرا جدا ليكم يا جماعة، وننتقل نراكم في زمن آخر. أتمنى ليك رحلة سعيدة. من أنت؟ من لم أتعرفك؟ لقد ذهبنا إلى الأمام بحوالي مائتي عام من الآن من الوقتنا الحاضر، فأننا الآن في عام 2200 من الميلاد. من أنت؟ أنا عالم مصري اخترعت الكوانتم تليبورتيشن حاجات تانية كتير. مصر دلوقتي من الدول المتقدمة، وكل ده بفضل ثورة عملها شباب مصريين. واسمك؟ محمد. شكرا جيت يا سعادة العالم، انت اديت العديد من الامال للمصريين ان في المستقبل ممكن مصر تبقى حاجة جديدة وكده. شكرا. نتمنى تكون الأمسية عجبتكم، دي كانت آخر مسرحية عندنا النهاردة. احنا حاولنا بقدر الإمكان احنا نقدمها لكم ونتجاوز جميع الصعوبات التقنية والصعوبات الفنية، ويمكن عكوا الأعضاء عندنا ليل نهار بما فيهم انا طبعا، يعني ما كنتش بنام خالص عشان نقدم لكم حاجة ممتعة وحاجة علمية. يبقى في فقرات علمية، فقرات غنائية، فقرات استعراضية، وده دايما العلم. العلم دايما ما بيتقدمش بالطريقة ان القانون الاول لنيوتن ينص القانون الاول على، لا، انه لم يقدم بهذه الطريقة. ولا نقول ان الجسم الساكن يظل ساكنا والمتحرك، انه ليس بتلك الطريقة. العلم دايما بيتقدم بطريقة بسيطة جدا، بيتقدم بطريقة سيمبل. واحنا النهاردة حاولنا نقدم لكم الموضوع ده بداية من الستوري اوف فيزيكس اللي حكيت لكم اتعمل ايه في العرض، وشرحت لكم القصة الجميلة للفيزياء وإزاي الفيزياء كانت بتتم وعلى مجهودات علماء من الماضي. هؤلاء العلماء بدأوا من الماضي، ابتدوا يفكروا في طبيعة الكون، يعني ايه الكون، يعني ايه الطبيعة اللي حوالينا، ابتدوا يستخدموا الساينتيفيك ميثود أو الطريقة العلمية. الطريقة العلمية اللي بتنص اللي احنا لازم نشوف الأول، نبتدي نجمع الأوبزرفيشن، بعد ما نجمع نشوف احنا هنعمل ايه لو احنا عندنا مشكلة، هل نقدر نحلها؟ If I do this I will find that، لو انا عملت كده اقدر احل المشكلة كده بالطريقة دي. فزي ما احنا شوفنا نظرية النسبية العامة تبعت الساينتيفيك ميثود، لان اينشتاين كان بيجمع أوبزرفيشن ان كان في مشكلة حقيقية موجودة في نهاية القرن التسعتاشر، واينشتاين بعد ما جمع الداتا اللي موجودة حط هايبوثيسس جديد
والهايبوثيسيس الجديد ده ابتدى يتعمل له كونفيرميشن واكسبيرمنتيشن وتاكد عمليا. وبعد ما اتاكد عمليا بقى اصبح عندنا قانون او موديل. احنا في العرض الاول بعد ما قدمنا لكم قصه الفيزياء قدمنا لكم جلومي فيزيست. وجلومي كان بيتكلم على طبيعه بروفيسور الفيزيكس ازاي في ناس بتبقى الفيزياء حلوه جدا لكن هو بيقدم السايد الثاني. يعني هو اصلا فيزيكس ستودنتس يعني بس كان بيحاول يعني يحبب الناس بس بالعكس. يعني يمكن لما 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 يعمل كده الناس تيجي تحب الفيزياء اكتر. العرض الثالث بقى كان بيتكلم على الكائنات الفضائيه والبارا يونيفرسز. وانتوا شفتوا العديد من النماذج اللي عملوها في الاس بي اس عندنا او سوسايتي اوف فيزيكس ستودنتس. النماذج اللي موجوده دي ان هم عملوا جرافتي فون والجرافتي فون او تليفون الجاذبيه. وبعد ما عملوا تليفون الجاذبيه بقى عندنا التايم ماشين, بقى عندنا آلة الزمن, آلة نقدر نروح بيها بقى. وقابلنا أرسطو وشفنا أرسطو ازاي كان مقتنع, وأرسطو زي ما هو كان كده في المعبد. يعني اللي هيروح كده ان شاء الله ما يجي يستخدم آلة الزمن ويجي يروح كده في كمان 5000 سنه ولا حاجه يلاقي أرسطو كان واقف في المعبد بهذه الهيئه يعني. وبعدين انتقلنا بعديها ببعض السنين للحضاره الاسلاميه وشفنا مريم الاسترولابي وهي كانت من اشهر عالمات زمانها في هذا الوقت, على الرغم ان الكثير كانوا بيقولوا ان المراه كان دورها مهمل في العصور الاسلاميه. ولكن المراه ما كانش دورها مهمل ولا حاجه, لم يكن دورها مهملا, ولكنها كانت بتضيف على العلم. ودي السماحه والجوده اللي كان بيقدمها العصر الحضارة العربية أو الحضارة الإسلامية. كان عندنا العالم الثاني الحسن بن الهيثم, والحسن بن الهيثم كان معروف بإنجازاته في البصريات الأوبتكس بتشريح العين, تصحيح نظرية الإبصار, العديد بقى من الاختراعات الثانية والإضافات في الموسيقى واللغات وعلوم الدين وعلوم الفقه. كل العلماء دول كانوا علماء موسوعيين. المحطة الثالثة قابلنا مايكل فاراداي. فاراداي انت شفتوه معنا في الستوري اوف فيزيكس. فاراداي كان بيبرزنت لينا فكرته ان 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 الكهرباء هي ماشيه في السلك بتطلع ماجنتيك فيلد حواليها وبتطلع قوه مغناطيسيه. وكان الدليل على ده ان البصره بتنحرف, ولكن ما كانوش عارفين الكلام ده كان بيحصل ليه, نظرا ان كانت التعريف اللي كانت موجوده للمغناطيسيه في هذا الوقت ان المغناطيسيه كانت بتخرج من الواير, كانت بتمشي بموازاه الواير. لما كانت بتخرج منه بتمشي بموازاه التيار الكهربي, مش بتخرج عموديه عليه او حوالينه. ده كان تعريف الغلط. فاراداي اقترح الفكره بتاعته الجديده دي, وما اكتفاش بكده كمان ولا لا ده عمد ان هو يخترع الموتور الكهربي. لما قال هيحصل ايه لو انا عملت العكس, خليت ان الكهرباء تعدي في السلك, ولما الكهرباء تعدي في السلك تبقى حوالين ماجنت. فكانت النتيجه هو اختراع الموتور الكهربائي. They invented new physics. هم اخترعوا فيزياء جديده, لان بناء على الموتور الكهربي بقى عندنا بقى المراوح وعندنا العربيات اللي بالكهرباء ونقدر نستخدم المكيفات, وفهمنا العديد والعديد عن الانجنز وكده. ولما رحنا المستقبل قابلنا عالم مصري, قابلنا عالم مصري من المستقبل كان بيكلمنا على الاضافات والكوانتم تليبورتيشن. بالمناسبه هو عباره عن فكره في الكوانتم بتقول ان اقدر اتنقل من مكان لمكان تاني في نفس اللحظه. طبعا علماء الفيزيكس بيحاولوا يعملوها دلوقتي. الحاجات بقى اللي احنا بنقول عليها خيال وكده كانوا زمان بيقولوا على التلفزيون خيال, وبقى عندنا التلفزيون الابيض واسود كانوا يقولوا ازاي هتلونوه, وبقى عندنا تلفزيون ملون. يعني اكيد يعني مش مفيش حد هيمسك ريشه يعني وكل ثانيه بيروح يلون الفريمز بتاعت التلفزيون, لا التلفزيون بقى ملون فعلا. فكذلك بنقول احنا هيبقى عندنا كوانتم تليبورتيشن, وهيبقى عندنا تايم ماشين, يبقى هيبقى عندنا اله انتقال مكاني نقدر نتنقل من مكان لمكان تاني في اي حته في الكون في نفس اللحظه, وهيكون عندنا تايم ماشين. اتمنى يكون العرض عجبكم, واحب اقدم لكم كل الكاست اللي اشترك النهارده لو سمحت كلهم. طبعا دول النجوم اللي اشتركوا معنا النهارده. من الترتيب عندنا بسمة عبد القادر, مهندس طارق الافندي, احمد ماهر, احمد بدة, يوسف اسامه, محمود, عندنا مصطفى اسماعيل, عندنا احمد عياد, عندنا جهاد رجب, عندنا ساره فخري, عندنا نورهان محمد, عندنا جايده جمال, وعندنا محمد هنا. طبعا ده جاي اضافه كده, محمد يعني جاي بيدخل كده يعني, بس معانا برضو يعني في التيم عشان ما حدش يقول يعني ما مثلش النهارده, اعتبرنا ممثل. وتحيه لمحمد عزام وبقيه الفريق كله. عايزين بقى من طاقم التصوير, احنا عندنا اكتر من 4 قنوات دلوقتي بتصور, عندنا واحد فوق وواحد في الجنب وفي 2 ورا, يا ريت تدونا صوره جماعيه كده يا جماعه. المصورين السبتين فين؟ مش ناخد واحده كمان, كل المصورين يدوا صورة. تحية طبعا للتيم الرائع اللي كان موجود هنا, تحية للأشرز اللي كانوا موجودين,
كان عندنا كمان على الماتريكس بورد اللي بينظم الإضاءة كان عندنا خالد إبراهيم، وكان عندنا مع خالد المهندس رامي الخاص بقاعة إيوارت. بشكر الباك ستيج تيم اللي كان موجود معنا في مقدمتهم عم بشير اللي موجود، بشكر رضوى برضو، وبشكر ميسرة وعبد الله ومحمد عزام وسمية الدين، وبشكر بقية الطاقم اللي معانا لمياء طبعا في مقدمتهم اللي كانت ماسكة التنظيم، بشكر محمد عزمي اللي كان ماسك كاميرا واحد، بشكر أحمد طه كاميرا اتنين، بشكر مصطفى هنا اللي كان بيصور لنا الصور الثابتة، وفريق المصورين اللي قاعد ورا طبعا بشكركم كلكم، وإن شاء الله نشوفكم في الإيفنتات الجاية بإذن الله. شكرا جدا ليكم، شكرا جدا، نشوفكم إن شاء الله معانا في الاس بي اس. الاس بي اس دايما بتقدم العروض العلمية دي، ودايما بتحب تزيد الساينتيفيك اويرنس للمجتمع. ان شاء الله تابعونا على صفحه الفيسبوك بتاعتنا، تابعوا اخبارنا على الاي يو سي شانل، وان شاء الله نشكركم ونشوفكم فيما بعد.